حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الجالكسي نوت 7. راح افتح صندوق معاكم ونشوف التليفون مع بعض. للأسف كنت قاعد ادور على التليفون الأزرق لكن ما حصلته وخذيت اللون الذهبي. بس انا عندي سؤال، جالكسي نوت 5 الى جالكسي نوت 7، وين راح الجالكسي نوت 6؟ اسم جالكسي نوت 7 مع الجالكسي S7 علشان الظهر يكونون مع بعض في نفس الرقم، وعلشان ينزل قبل الايفون 7 منافسة. خليت النوت 7 من blink.com.kw وشفت انه معاه SD كارد 128 جيجا بايت نوت 7. واو، تليفون جميل جدا، اللون الذهبي اللي قاعد تشوفونه عندي. تليفون مو صغير لكن خفيف حق تليفون هالحجم هذا مقارنة بالآيفون 6S بلس. شوية كتيبات، لكن أهم شيء عندك الفاست تشارجينج. سماعات سامسونج نوت 7 حاطينهم في كرتونة هذه صغيرة، وعندنا الواير الأصلي مال الشحن، 2 كونكترز في الكرتون، واحد منهم كونكتر يحول من مايكرو يو اس بي الى يو اس بي سي، وعندنا هني يو اس بي كونكتر، يعني اذا عندك ديفايس يو اس بي تبي توصله بالتليفون يطورون بالجهاز، لكن يعطونك ادابترز في نفس الوقت اذا كان عندك الواير القديم. الجالكسي نوت 7 ما يتبطل وما تقدر تغير بطاريته، معناته ان البطاريه داخل الجهاز ما تتبدل، لكن بطاريتها 3500 ملي امبير اورز، معناته ان بطاريه جباره. وفي اشاعات قالوا بالايفون 7 يمكن يشيلون الهيدفون جاك، لكن مثل ما نشوف هني تليفون ضعيف وبنفس الوقت فيه هيدفون جاك، يعني شو المشكلة؟ من هالصوب عندك الصوت ينزل ويصعد الصوت، وطبعا دقمت اللي شغل جهاز على الجنب. 2 سم كارد في نفس الوقت، بس اذا حطيت 2 سم كارد ما تقدر تحط مايكرو اس دي كارد. مع التليفون الذهبي يجي القلم الذهبي. اشوف انا شيء اللي يميز التليفون، اذا حاشهم ماي ما يختربون، تجي تبطل القلم وتحط وتكتب خالد من الزبدة. الكاميرا 12 ميجا بيكسلز 4K فيديو، لكن اهم شيء انها صارت اضعف، فمو طالعه كثر النوت 5 برا التليفون. الشاشه تي على الجنب مثل السامسونج ايدج، الشاشه كبيره وواضحه جدا، من افضل الشاشات اللي شفتهم على اي جهاز الصراحه. من ناحيه الشاشه فيها HDR، معناته ان فيها الوان اكثر. راح اسوي سيت اب حق الايريس سكانر حق عدسه العين. يقول لك هولد يور ديفايس 25 to 35 centimeters away from your face with the screen facing towards you. تي طالع التليفون وياخذ السكان، تي تشغله وتحط البوب. اما خاصيه السكيور فولدر فهي تحفظ معلوماتك من صور الى فيديوهات الى ابلكيشنز الى معلومات الى كونتاكتس، كلها تكون خاصه في فولدر حقك بس انت تقدر تبطله، ما حد ثاني يقدر يبطله او حتى يشوفه غيرك انت بالتليفون. في منيو يتبطل على الجنب تحط فيه كونتاكتس فولدرز او اي ان كان، واذا كنت قاعد تستخدم مثلا انترنت اكسبلورر وتي تسوي سوايب على الجنب يفتح لك المنيو هذا نفسه. طرف القلم صار من 1.6 مليمتر الى 0.7 مليمتر، وصارت خاصية الحساسية مالت القلم من 2048 الى 4096، يعني دبل. ما يخلصون الاكسسوارات من كيسز الى كفرز الى حركات حلوة جديدة يعني مسوينها حق النوت 7، ومن اهمها الكفر اللي فيه كيبورد، يعني تقدر تستخدمه كأنك قاعد تستخدم البلاك بيري، وهذا شيء انا حطيته بفيديو الايفون 7 وكنت قاعد اعيب عليه، لكن سووا لي اياه حقيقة. تليفون اشوفه يعني 10 من 10، حجمه حق بعض الناس كبير لكن برودكتيف. شكرا لكم لمتابعة الحلقة هذه، عجبكم هذا الفيديو سووا لايك، لكن الاهم ان تسوون سبسكرايب. نوت 7 حد قوي، حياكم بالزبدة.